Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. Mais d'ailleurs, alors, la vidéo, مرحبا بالناس الجداد اللي تادوا معنا سي موا تو سامبلومون ليلى في جميع حالاتها وطبيعتها من هاد لي فيديو هادو اللي كتشوفوني جالسه فيهم هنايا في هاد البلايصه هادي وديك الشيء راه كنكون مقاده ماكي مي في لي فيديو فلوغ غادي تلقاوني كيف ما انا كيف ما فقت هكا عادي جدا سون ماكياج جو مون فو اللي بغا يشوفني هكا كيشوفني اللي ما كيعجبوش راسه هكا كيقوط وكيزابي عادي جدا المهم سي سا فو ديير انني كنكون انا على طبيعتي ودايوغ اللي غادي يطيحوا في الفيديو هذا النهار ما تنساوش انكم تابوناو وما تنساوش انكم تتبعوني في انستغرام سي تري امبورطون انستغرام حيت تو سامبلومون كنبارطاجي فيه حوايج وحده اخرين اللي ما كنبارطاجيهمش هنايا في يوتيوب و فوالا في اون ليني ايديتوريال زعما صافي دابا وليت بحال بحال لي ماغازين مي في ان اوتر ستيل انا في شكل اخر عاوتاني هي اللي كنكون في انستغرام الو البنات الموضوع نتاع هذا النهار هو ليدوكاسيون ديال دي زونفون ليدوكاسيون دي زونفون ولا تربيه الاطفال ولا تربيه الوليدات الصغار انا غادي نهضر في هذا الموضوع هذا مي غنهضر على حساب مون بوين دو فيو ديالي انا على حساب تجربتي الخاصه على حساب المهم انا تو سامبلومون انا الا كان بالكم كيبان لكم راسكم انكم شويه راكم في حالي كتشبهوني وديك الشيء سا بو فو زيدي الا كنت كنبان لكم انني انا كنشرق وانتم كتغربوا سي زعما اوني با باري الو الحاجه اللي تعلمت سي كو ليدوكاسيون دي زونفون ولا التربيه ديال الدراري الصغار كتبدا ملي تيكون واحد بيبي فريمون ملي تيكون صغير وانت بحال كيقول لك انت وعلاش تربيتي انت وعلاش سانستي طون بيبي غنقول لكم على البيبي ملي تيكون صغير كيفاش كتقادو له النعاس وديك الشيء كامل انا جافي اون تري موفيز اكسبيريونس مع انس بحال راكم عارفين البيبي الاول راه كتكون ما عارف حتى شي حاجه وسورتو الا كنتي بعيد على عائلتك بعيد على ماماك اللي غتعاونك كتشوفها غير في العطله ولا كتجي عندك غير شويه كتكوني فريمون نتي بوحدك نتي ما كاينش اللي واخا كيقول لك في التليفون ديالي ولا هذوك ولا هذوك مي ما كاينش اللي غادي يهز معاك الحمل ما كاينش اللي غادي يربي معاك ما كاينش اللي غادي يدير معاك كلشي كديرو نتي راسك اي tu te trouves confronté à des situations اللي كتقول شنو غندير واش هادي ولا هادي وخاصك ديسيدي فيهم دغيا فوالا لالا ايناس الغزاله ملي كانت تولدات ديجا انا كنت باغيه نعطيها لا تيت كنت باغيه نعطيها لا تيتين باش ما تبقاش تبكي بزاف باش ملي بحال دابا المهم بولا سولاجي وصافي وديك الشيء المهم كانت حلفات ولا هي خداتها مي بقينا كنسنسوها كنعطيوها لها ايدو مفهوم كنت ملي كنجي نعسها من ديك الشهرين الاولى ديالها كنت كنحطها هكاك في بلايصتها وكنبقى يلاه هكا كندير لها هكا على ظهرها وديك الشيء انا ما كديها عينيا ملي دارت شهرين هبطنا للمغرب باش غنديرو السبع وديك الشيء اي تما ما نعاودكمش تما تعلمت الهزان تعلمت الهزان شفتو صغيره ما نقولكمش الفشوش مي الهزان بزاف اذن اكفز حاجه كلهم يتعلموها الدراري الصغار هي الهزان فريمون سي العذاب الاليم شنو هو الاليم الاليم ايماجينيو في رمضان كان بعد دات واحد 6 شهور ولا 7 شهور من بعد وجا رمضان وصايمين وكتفيق لنا مع 5 الصباح وخاصها كنبقاو كنهزوها باش كتنعس لا بعدا كتبدا فوقيت هاد الفطور فوقيت هاد الفطور كانت هي وقيت هاد النعاسه الوغ ايماجينيو في المغرب كتودن وكنديروا النوبه كنت انا وي ام وغزلان كنبداو كنديروا النوبه عليها كنا كل نهار واحد كيهزها كنبقاو كنهزو كندورو بها باش كتنعس ايماجينيو ملي كتنعس وكتحطها كتبدا كتبكي تما قلت فريمون الا مشيت زدت شي بيبي واحد اخر لانني سا ما بخي 5 اون بور نبدا نفكر انني نولد واخا زعما المهم 5 ans ça m'a pris حيت فريمون دازت عليا ما كت فوالا خاصها الهزان باش تنعس ما كتبغيش تنعس بوحدها 5 سنين وهي عندها وهي مازال كتبكي مازال كتجي عندي بالليل كتبكي ما كتبغيش تنعس كل ليله خاصك تحطها في بلاصتها كتطلق حلقه مهم فضيحه مهم سيتي ان كالفير الحاجه الوحيده اللي زوينه مع ايناس هي زولنا لي كوش في 18 موا مع ملك صراحه ما كنحاولش حيت ما عنديش الوقت عوالا ان شاء الله سال الصيف الماجي يجي مي فوالا سي الحاجه اللي جو بو اتر فيير دو موا فيها سيتي سا دونك ديك الاغلاط الوغ ديكشي كامل مع ملاك مع ايناس مع ملاك قلت ما غاديش نديرو فريمون كون ديك اللعبه نتا حالفه فيها ديك البيبي تاني تقول هذا ما غنديرلو ما غنفعلو واحد الوقيته ايناس ملي كانت صغيره ملي كانت ناموسيته حدا ناموسيتي دونك البنات راه 4 سنين ونص ومازال كتنعس معايا في البيت ايماجيني تصطيع
وهي ناعسه بالليل وانا مادة يدي هكا عرفتي كنفيق في وسط الليل كيدي فريمون كتخطني بالحرق وغير نزول يدي وهي تبدا تبكي تقول اللهم نعطيها يدي والناس ولا نخلي يدي. كانت اوسي كنت كنرضعها حد 18 مو هي كترضع كنرضعها وكنعس حدايا وكنرضعها كديني عيني وديك الشيء وهي ان فيت سانسات وديك الشيء سانسات براسها محشيه فيا اي سيتي اون كالفير بو مو. دوكو بوغ مالك شنو درت ابار السيمانه الاولى اللي كنت فريمون كنعس فشوني بحال راكم عارفين السيمانه الاولى كان مهدي ديك الساعه في لوبيتال انا كنت يلاه والده ومهدي في لوبيتال المهم الفقصه وديك الشيء كنت كناخذ بنيتي وكنجي كنحيزها عندي كانت كتنعس معايا السيمانه الاولى فريمون في الاولى ابري فريمون حتى انا موسيسه ما حطيتهاش حدايا باش ما تشمش ريحتي دائما قريبه ليها مي سكو جو فيزي سي كون بحال دابا سوفيتمون ولا شي حاجه كنت لابسه كنت كنحطو في ناموسيسه وناموسيسه كانت معايا في البيت غير فريمون كانت دوفون قبلت مون لي ان فيت ناموسيسه كانت في هاد البلاصه هادي فوالا باش تبان لكم باختصار وانا ناموسيسه راها قبلتي تما باش كتبقى حدايا فوالا غير باش تكون قريبه ليلي مي قلت ما غاديش نعس حدايا. حاجه واحده اخرى قلت غادي نعلم ما تنعس بوحدها في بلايصتها لان لونفون محدو صغير ملي كتعلمو انه ينعس بوحدو في بلايصتو كتبدا ملي كضربو الفيخه كيعرف يرجع ينعس. المشكل تاع انس تكون ملي كضربها الفيخه ما كتعرف كي ترجع تنعس لانه مسلسة انها خاصك تهزها باش تنعس ولا ترضع. ديجا رضعة مليح بالساعه بديت كنعس بالليل عاد وليت كندير دي نوي كومبليت اي الوغ كانت كتفيق لي ما بين جوج حتى ثلاثه نوبات في الليل باش كترضع فوالا. شنو حاجه واحده اخرى اللي دونك بحال دابا مالك باش تنعس بوحدها دونك كنت كنحطها في ناموسيتها نوبه كنبقى كندير لها على ظهرها مي فريمون الحاجه اللي عاونتني بزاف ولا تعقلوا على لي فيديو ديال القدام هو لي بروي دو فون. كنت كندير لها كتقلبوا في يوتيوب بروي دو فون بور بيبي سي بحال الصوت ديال لاسبيراتور وصافي دونك البيبي بحال كي كونسونطرا معاه كي سي سيرتيفيكمون بروفي كينعسو سيرتيفيكمون اي انا زعما فريمون سي ابروفي من عندي. كنت كندير لها شي نوبات القران مي صراحه فريمون القران هي عارفه لي بيان في ديالو شي كامل مي بنيته صغيره ما كانتش كت المهم لي لاسبيراتور كانت كتخدم لها مزيان فوالا. كومون جي في باش انستوري لها انهم انها دائما تنعس بكري فريمون عندها لا سيس ديالها خلاص اش بونس ا بارتير بعام ما بقاش كدير لا سيس دو فوا بار جو ولا كدير غير اون فوا بار جو. وحاجه واحده اخرى ايناس حبست لا سيس في 9 شهور في 9 شهور وهي كتفيق من الصباح حتى الليل فوق ما نعسو تنعس معانا ما كانش ديك تنعس بوحدها ايتو دوكو انا مالا قلت خاصني انستوري لها ان سيستيم لي تكون صغيره اون روتين لي تنس بها شي حاجه خاصها ديرها كل نهار. كنت الى تعقلوا لي فيديو ديالي القدام كنت كندوش لها كل نهار فريمون كل نهار كاع كانوا الناس كيقولوا لي راه ام بي بي اي ني با سا ديكشي علاش كدوش لها سي با بيان بوغ ديكشي سي جوست بوغ انستوري ديجا باش بوغ انستوري لا روتين. راكم عارفين ملي كندوشو كنترخاو فهمتي كتنزل علينا ذاتنا كنبغيو نجبدو اي تو اي الوغ سي باغي بوغ ام بي بي دونك ملي كدوش لها هكاك دايما في وسط النهار ديكشي كترخا ابخي واخا ما كدوش لهاش سي هي صافي ديك الوقيته هادي كتجي كترخا. وخاصكم تعرفوا واحد الحاجه بوغ انستوري اون روتين خاصك شي حاجه ديرها بوندون 40 جور دائما في نفس الوقيته في نفس الهدف. انا صراحه صافي مابقي جو بونس 7 شهور ولا ما نعرف شحال فريمون راه مني تولدات الصيف حتى الصيف دونك واحد 5 شهور وحنا اون في توجور شاك جور لا ميم شوز. وهذا كنقول لكم دي تريك دابا ما كنديرهملاش وهي كتبكي الا ما درتهملاش ما كتبغيش الناس هما هذاك دونك فريمون شاك جور كنت كندوش لها وكتاخذ كندوش لها وابري كتاخذ البيبون كنحطها في بلاصتها كنطلق لها ديك لي بتيت دونك راكم عارفين في لو ديت بيبي تيكونوا ديك لي بتي المهم ديك اللعيبه اللي كتكون في البيبي كتبرك عليها كدير الموسيقى وديك التخربيق كامل كنطلقها لها وكنخليها تنعس ولا كندير لها لو بروي دو فون سي سكو جو فوزي شاك جور. ملي كنحطها سكو جو في سي كو كنبوسها وكنقول لها بونوي. ملي كبرات شويه ولا ملي قبل ما تكون بحال دابا لتحت كنكونوا كنقول لها مالك جو في بريباري ان بيبون كنمشي كنوجد البيبون كنقول لها فا فيغ بيزو ا بابا دير بيزو ماما دير بيزو لإناس باش نكونوا طالعين الطروش كنديروا باي باي. ملي كنحطها في ناموسيه كنبوسها وكنغطيها وكن صافي كنهبط الريدو كنقول لها باي باي وكنخرج وكنخليها تنعس. دي فوا كتبكي دونك ديك الساعات عندي اون فيت انا شنو عندي عندي كاميرا وعندي فيها مكلي نهضر معاها في الكاميرا فهمتي دونك سي ما عرفتش كيعيطوا لها هاد النهار يمشيو ليا الكلمات مي بيبي فون فوالا عندي بيبي فون بالكاميرا وكلي نهضر فيه دونك كنبقى كنغني لها شي نوبات من الكاميرا المهم جو لا راسيور. ما نقولكمش انهم خاصكم تخليو البيبي يبكي وما ديوهاش فيه نو دخلوا عندها هضروا معاها قول لها فوالا راني معاك ما تخافش ما هذاش واخا بيبي واخا ما كيفهمش مي راه كيفهم فهمتي جونغ سالي سولاج ما تحسش براسك انك بحال بحال تولا ابوندوني فهمتي صافي راكي معاها فوالا دونك جو لا سولاج وكنخرج مي ما كنهز ما كندير حتى شي حاجه
اوكي دونك دابا ديرنيير ما هو ديرنيير مو مي سافي لونطون لاحظنا واحد النهار قبضت وطلعتها وما قالتش بيزو ما دارتش لي بيزو ما قالتش لي بيزو باي باي بدات تبكي فريمون تبكي تنقول انا مالها كتبكي وملي بقات كنرجع قلت زعما سي با نورمال هادشي اللي دارت لقيت انني نقص واحد لي طاب لي انني دائما كنديرها ما دارتهاش ديكو هزيتها ناموسيه ومشينا درنا بيزو بابا بيزو ايناس وهذاك الشيء وعاد قبضت وحطيتها ديرنييرمون ملي كانت عندي وي ام مشات حطاتها هي في الناموسيه شنو دارت ما طاتهاش هي بقات عدل لها انا اذن ولا مهم واحد شنو سي با شنو بقات كتقول لها مي نعتت لها في النص انها تغطيها دونك تسلسلت انها تنعس وكنغطيها وكندير لها كاف شعرها وكنبوسها وعاد كنخرج دونك الا في بيسو ان ديك اللعبه تاع انها تغطى عاد تنعس حاجه واحده اخرى سي شنو وقع من ديرنييرمون دونك انا ملي كنت مسافره وجيت بوندون 5 ايام جو بونس خليتها و جيت سيتي لا بروميير فوا لي غنتفرق عليها اون غراند بيريود مي بون جيت ان فيت جوج صفرات وحده من بعد وحده مي فريمون كانت كتبكي بالليل هذيك كتقلب عليا وما كتلقانيش واخا كنت كنهضر معها شي نوبات بالكاميرا ولا ديك الشيء فهمتي دوكو السيمانه من بعد اللي جيت ساعه ساعه بالليل كتفرق كتبكي غير نمشي عندها نبوسها ونعنقها وترجع تنعس المهم صافي دابا تنسيت انني كاينه الحمد لله ما كتفرقش مي في هاد لا فيديو غادي نعين راسي ماشي نتوما غير انا مشكل اللي صافي كون تو فا بيان وكنقول راه تو فا بيان ريان نو فا بيان ما عرفتش انا بوحدي ولا كاينين ديال بحالي دونك هذا سي فريمون مون اكسبيريونس مع الناس نتاع لي بيبي شنو اخر فوالا البنيتات ولا الوليدات كيبقاو غاديين كيكبروا شوفوا راه هما كيكبروا وليداتكم وانتم كتعلموا معاهم انا مشكل اللي كنقول ماشي اللي كنقول انا مشكل اللي جو سوي فيرم شنو بس كيقولوا لي كومون ساس في كو ايناس مهدنا مي بصح مالك الحمد لله كومون ساس في كو مهدنين كيسمعوا لهضرتي كيسمعوا لهذا حيت عندي دي ريغل دي شوز ا فير اي دي شوز ا نو با فير ولا مشيتي درتي شي حاجه ماشي هذيك كاع غاتوا باغ اكزومبل مالك اسون ماج دابا شحال تبارك الله عندها 20 مو vraiment quand elle a bêtise qu'elle se met le coin quand elle arrive sur le coin qu'elle se prend à voir faire fille elle sait qu'elle peut pas bouger au cas mais elle manque à s'adresser à maman ou mais quand elle a quand elle a quand elle se couche elle vient tu dois dire pardon à maman tu dois faire bisou à maman qu'elle dit qu'elle se bouge ni à non papa ah tout ce qu'elle se met sur le coin comme ça parce qu'elle sait qu'elle ne peut elle peut pas tout faire comme si même qu'elle ait dire quelque chose à dire et ça c'est un truc de trabi elle me le genre qu'on dit je préfère elle ne soit pas trop avec mes filles وباش اللي يشوفهم يقول الله يرحم لي رباك وما يقولش الله ينعل لي ربك اوكي هنا غادي نجي واحد النوبه قوس هاد لافراز هادي وبزاف اللي قالوا لي كيفاش بهاد البنات كتصرف بهم مزيان وانت كتلبسي تجي مقطع وانت كتماكي وانت هذاك ان الله يعلم ما في القلوب هادشي اللي بغيت نقول لكم وكلها وصافي با دي انني غنكون كنلبس تجي مقطع ولا ان بنتي غتلبس لا جوب ولا غتلبس هي تجي مقطع بحالي كو ما غاديش تكون مربيه ولا شي حاجه فوالا دونك تكون مربيه تكون مخلقه لانه الدين دين 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 اخلاق ومعاملات ماشي غير ماشي غير تكوني دايره الحجاب كوني دايره الحجاب كوني مؤدبه كوني مربيه تكوني ما تهضريش في الناس كوني ما تقوليش شي حاجه خبيثه على شي واحد هذا هو الدين وهذا هو الواحد اللي مزيان ولا غيكون في المراتب العليا تكوني كتلبسي الجين مقطع وني تكوني كتمربيه مزيان وكتحترمي اللي كبر منك كتحترمي اللي صغر منك كتحترمي بزاف نتاع الحاجات يمكن غادي تكوني احسن ديك لوطرو بيرسون جو بونس راكم فهمتوني شنو بغيت نقول هلا الا قلتكم وليداتكم كيكبروا وانتم كتعلموا معاهم راه ما كاينش شي واحد اللي ما كاينش امانويل دونفون ما كاينش شي حاجه ا سويف راه انت ولا سيتوياسيون اللي كتحطي فيهم اللي كيخليو كيفاش غادي ديري تعاملي معاهم باغ اكزومبل كنشوف ايناس وكنحاول نتفكر ايناس شنو اجي ايناس واجي Dis-moi, comment tu me trouves? Je suis gentille? Oui. Un peu ou là beaucoup? Beaucoup. Ah là, je suis gentille. Mais d'abord, les choses, d'abord les bonnes. Vraiment, je voulais faire des bonnes. Quand je fais des bonnes, je ne veux pas qu'on trouve une autre. Quand je ne veux pas que je veux que je me fasse des choses, je ne veux pas que je veux que je me fasse des choses. Parce que tu fais cela, mais c'est trop utile. Là, trop utile. Mais tu fais trop utile. Mais tu fais cela, là, trop utile. C'est la route, là, trop utile. Vous êtes les choses, mais quand ça, je dis que les choses, je dis que ما خاصهاش باغ اكزومبل ما تقولهاش عندك هاد السكين تا السكين تقولها ويلي 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 ما تخاطوش بعد منه ما تهداش نو قول لها سا سي تو لو برون راك غادي تقطع بيديك راه تو فا تفيغ مال راه هذا باغ اكزومبل الفران سخون تقيس وتعرف شنو هي سخون بحال دابا مالك كتقول لك مالك انت نقول لها سخون الف كومون سي شو الف كومون مالك تي فوا كتعرف انه الحاجه سخونه فهمتي عطيتها تقيس الفران قلت لها انت ناقيس الفران كيفاش داير وكتعرف سي كوا شو وكتعرف انه ما خاصهاش تقرب له يلا ديما كوا دوتر
مع الوليدات ان تروك افير سي ديز اكتيفيتي سي خريجات غير نتوما وياهم بحال دابا انا وانس كنديرو سوفون ماشي سوفون مي بون كنديرو زعما اون ايسي دو فير لو بلو سوفون سي دي سورتي انتر في فريمون كنخرجو انا وياها اما شوبينغ كندير هذيك الماغازان كليرس بوغ انفون كتشري مقبطات وسنيسلات وديك التعيرقات اللي كيعجبونا باسكو جي مون ارجون باسكو لا مون سون ارجون كنعطيوها ان فيت لارجون دو بوش ديالها كوم سا ايل سو سا ايل سو ريسبونسابيليز كتعرف تعرف تحسب بغات شي حاجه خاصها تشوف ديك الفلوس اللي عندها واش صافا واش ديك لارتيكل اللي بغاتو واش صافا افيك لو بودجي اللي عندها حاجه واحده اخرى اللي علمت ايناس ملي كانت صغيره وكانت ماما مشات اون فيت تي بو يعني تي بو كانت ماما مشات كانت معها ايناس كانوا فاس ودخلت ان ماغازان دو جوي يا ان ماغازان دو جوي اي دوكو غير قلت لك سناي في الارض ا ماغازان دو جو بغات تشري لها شي حاجه وهي كتوريها وهي كتقول لها نو مامي سا جولي نو سا جولي ديجا نو سا سا غوسومبل ا سا كو جي شنو الحاجه اللي كنت كندير ديكو بعدا مول ماغازان فريمون قال لها الحاجه قال لها اول نوبه كيدخل عندي شي ولد وكيخرج هو ما باغيش يشري ماشي خارج كيبكي في الارض وديك الشيء كيباغي شي جوي اي سا سي اون شوز كو جو ديتيستي اي ديكو شنو كنت كندير مع ايناس سي كو كنكونو خارجين فين كندخل حنايا لي ماغازان نشوفو كندخل الماغازان جوي مي ما كنشريش تنقول لها تو فا لي بور فوار كتمشي كتسارى كتشوف لي غيون اي تو وكتخرج ديكو تسنسات انها ماشي غتدخل للماغازان باش تشري ولا ما شرات هذيك اللي غادي تطيح في الارض وتغوت وتبكي لا كتشوف ديك الشيء وكتخرج دابا كبرات كتدخل كتشوف شي حاجه بغاتها كتشوف بسطام شحال عندها فيه باغ اكزومبل هذيك ساكو 10 اورو وهي عندها 5 اورو كتقول لك اجي با اسي حتى لا بروشين فوا ديك الساعات انت تو بران لا ديسيزيون سوا غادي تزيديها الفرق وغادي تشري هذيك الساعات سوا غادي تخليها غتقول لها اوكي غتقول لها فوالا انت تو سي لو جوي سكو كو تو فو تو سي سكو تو دو فير pour زعما pour avoir de l'argent en plus باش تشري لو جوي ديالك كما لطفه ان فيت اون افي لا لي كام pour colorer comme ça la peinture et comme j'avais pas assez d'argent on avait dit pour la prochaine fois voilà c'est ça دونك وكتقول لها راك ما عندكش فلوس غتسنى لا بروشين فوا غادي تعاود تشري ديكو هي كتبقى كتجمع ديك الفليسات اللي كيجيوها باش ديك الساعه تتقبض وغادي تشري لو لو تروك اللي هي بغات كوم سا فهمتي مثال ماشي زعما اي حاجه بغاوها حلوا عليها فمهم غادي تجيهم حنا مع اولادنا حنا فريمون كنحاولوا اللي حلوا عليها فمهم نديروها لهم مي بلا ما هما يعيقوا ما خصهمش يعيقوا انهم صافي تو سكيل فول اي اكي فاسيلمون فهمتي ما خصهاش تجيهم سهله فوالا بها انا كنعطي هاد لارجون دو بوش ديالها اللي غادي تخسر اللي غادي تشري بها لي تروك اللي بغات يلا دي مو ايناس اوتر شوز كيس كون في دو سبيسيال افيك تو كيس كو تو ايم بيان سينما ا بار لو سينما اهم حاجه تعلمونهم لوتونومي يكونوا قادين براسهم حيت جو بو فو دير انه ايناس في 4 سنين ونص كانت كتهبط من جون من حنا لهنايا جو بونس كانت عندها 4 سنين ونص ولا 5 سنين نسيت صراحه بون دابا عندها 6 سنين ونص وهادي عامين ونص بون فوالا 4 ans et demi كانت كتهبط وكتوجد الفطور ديالها راسها اي فريمون سا ديجا بعدا نتي كيعاونك كترتاحي دونك سي الحمل نقص عليك سي اون بو دير سا كوم سا مي هي كتعلم انها تولي اوتونوم ماشي خاصها اللي يدير لها اللي يفعل لها نو فريمون كتمشي كتوجد كتاخد طاقتي كتاخد السكين تاع باش كندهنو كدير النوتيلا ديالها وديك الشيء كدير كاس الحليب وكلشي اي بيان سور كنخلي لها انا ديك الشيء اللي قريب ليها باش كديرو راسها ميم افون جونغ افون كانت كتلبس حوايجها راسها كتجمع ناموسيسها راسها فريمون كتعاوني دابا في مالك بزاف فريمون ياك تو ميد بوكو في مالك واحد النهار مسكينه قلت لها هاد النوبه بلي انت اللي غادي تبدا تفيق تعطي البيبرون لمالك الو ايماجيني وباست ليل كامل نعسه وهي حاضي عندك مالك تفيق وكانت عواله تفيق معاها في الليل ولا جو بونس ميم لانه فاقت معاها هذيك الليله وبغات تمشي توجد لها البيبرون اللي فاقت في وسط الليل حيت تالمون تو ان فيت لا ريسبونسابيليز ماشي بزاف على قد جهدها لانها مازال بنيته صغيره مي باش بديت تكون حاره تكون كابابل باش ملي تكبر تكون كابابل هي كتكبر ولي طاج ديالها كيكبروا معاها كانت بحال دابا اول حاجه كانت كدير معايا في اللوز كانت كتوجد معايا الطبله دايوغ مالك دابا كتوجد الطبله كنعطيها لي سيت دو طاب كتمشي كتحطهم كتحط الفورسيطات كتحط فهمتي كتست في الخضران مي با تو بيان سي نورمال لان مازال صغيره مي سي جوست فهمتي كيعاونوا كيبقاو كيديروا معاك شي حاجه ايناس دوفيس كتجمع معايا الطبله كتمسح الطبله بيتها وديك الشيء كامل دونك فريمون تعلموهم لوتونومي مزيانه ليهم هما غتعاونكم نتوما شويه مي سورتو ليهم هما سكي توب شنو حاجه واحده اخرى كنحاول نتفكر كوا دوطخ ايناس كيسكي ليا
واهم حاجه انهم ينعسوا بكري فريمون. وهذه كنت قلت لكم شحال هذه في لا فيديو ديال الكوبل. الا كنتو باقي ما شفتوا لا فيديو كوبل راه نخليها لكم هنايا غتبركم في لوئي بركو عليها باش تمشيو تشوفوا لا فيديو. يعني ماشي دابا حيت تساليو هذه على السيرو ينعسوا بكري حيت هما كيرتاحوا وانتم كترتاحوا راكم عارفين. بحال دابا ايناس خاصها نورمالمون خاصها تنعس ماكسيموم 8:30. حنا صراحه في لو ويكاند نهار السبت نهار الوحيد اللي كاينه فيه ليكسيبسيون يمكن لا تنعس حتى ل 9. Alors, je peux dire le week-end. Alors, samedi, l'heure où je me réveille, ben c'est le moment où je dors. Voilà. Alors, ben, hard subs, فقط مع 8:30 غتنعس مع 8:30، فقط مع 9 غتنعس مع 9، فقط مع 10 غتنعس مع 10. Mais aujourd'hui, j'ai dormi, je suis réveillée à 8h pile. Voilà, aujourd'hui, elle s'est réveillée à 8h pile. Normalement, elle doit dormir à 9h. Non, tu t'es réveillée à 8h, tu dois dormir à quelle heure? À 8h pile. À 8h pile, mais 9h. Mais papa et maman ont décidé 9h. Ont décidé 9h pour te faire plaisir. Voilà. Et tu me dis que tu as marqué ça. Ou Inès, je suis allée à 4h. Quand j'étais bébé, je dormais à minuit. Ouais. Tu peux dire. Mais en fait, quand elle était bébé, elle dormait à minuit. L'adab, l'adab, d'où ça se dit. J'adore dormir à minuit. Yallah. هادشي اللي كنت كنقول معاك كنت بغيت نقول شي حاجه واحده اخرى مي فريمون قلت لكم علموهم ينعسوا بكري اي دايور ملي كتانستوغاو اون روتين فريمون صافي ديك الساعه الدوفيس كينعسوا بكري انا مالك السبعه وصافي كتكون طايبه كطلع انا السيده اللي كطلع جوست ابخي وفوالا كوم سا سنتي كيبقى لك الوقت باش كت تو كت tu prends le souffle رانتي بوحدك هذيك الساعتين ولا ثلاث ساعات قبل ما كتنعسي وليك ساعه عاوتاني tu peux vivre ta vie de couple لانه يا با دو في دو كوبل avec les enfants. نرجعو دابا انا كيفاش دايره انا je peux dire que je suis autoritaire et encadrante. Si autoritaire ça veut dire moi je نقولها لا ما ديرتيك الحاجه حيت انا ما بغيتش نو غادي نقول لها ما ديرش الحاجه نو نو حيت انا ما بغيتش اصبر دونك غادي نقول لها ما ديرش هاد الحاجه حيت فوالا ما خاصكش ديرها ها علاش ما خاصكش ديرها تحاولي ديريها دون لو بان فهمتي تفهم الحاجه فهمتي تفهم ديك لو بوكوا دو كومون تو سامبلومون ماشي غير ديك لا صافي لا انا الكبير انا اللي كنحكم انا اللي كنعرف سا نو سي با سا ديفيرامون تو بو لي دير جونتيمون مي نو ماشي غير حيت انا بغيت فهمتي نو هادي يمكن تي نبغي نكون معصبه شي حاجه ولا ما نعرفش مي اون جينيرال جو اون في با سا فريمون كنحاولوا تكون ديك لا كومونيكاسيون الحاجه اللي كنكره هي انك تغوت على ولادك حدا الناس ولا تضرب ولادك حدا الناس انا على باس في كونتر الضرب المهم عندي واحد شنو بس كندير شي قريصات ولا شي حاجه مي انا اللي فيا سي كوني كنتعصب كنغوت واحد التغويته اللي كتخلعها سي كوني عندي واحد كندير واحد الحلق ما كنعرفوش منين كيخرج مي ديك فريمون ديك هكا كندير كيخرج لي صافي تما البنت كتجمد في بلاصتها مي فوالا هذيك سي ديك لي كا اكستريم فريمون اكستريم اللي عرفت لكم غتسمعوا ديك الحليق هذاك اللي ما عمركم ما غتسمعوا اي حاجه واحده اخرى مهمه سي كتحاولوا تخليو لونفون لو شوا لو شوا دي تروك اللي هو اي بو دوني لو شوا فيه فحال دابا انا في الحوايج صراحه ما كنخليهاش لو شوا بزاف لان بنتي انا دائما باغيه تلبس لا جوب بلا لي كولون دائما باغيه تلبس لا روب بلا جوب بلا لي كولون مي تخليو لها لو شوا في دي تروك اللي تحس براسها انه حتى هي عندها حتى هي عندها سون مو هادي وبحال اللي قلت لكم دائما خاصهم يفهموا كل حاجه علاش دابا كنحاول اون فيت نريزومي باختصار باش ما تكونش لا فيديو طويله خاصهم يفهموا علاش كومون وما تبقاش دائما علاش درتي هكا علاش درتي هكا كيفاش زعما علاش انت بغيت بواحد لا فاصون فهمتي ما تكونش ترو ديريكتيف ما تكونش ترو تدخل في الواحد ولي جو تروف فريمون اهم حاجه اهم حاجه سي نقول لكم هذا باش فالوريزيو لو كومبورتمون ديالو شي حاجه اللي دارها وي برافو شوي فيير دو توا جادور سكو تو ا في ياك ايناس فوالا لي فريمون تفالوريزيو فريمون يحس براسو ولا تحس براسها انها دارت شي حاجه زوينه اللي عجبت لي بارون ديالو بحال دابا انا ايناس تبارك الله وصل عند بعيد انا عين بنتي عندنا فريمون كتحاول تونتيسيبي بحال دابا ملي غتشوفني غادي نهز ايناس مالك غنبدل لها لاكوش غتجيب لي لاكخيم غتجيب لي فهمتي لاكوش غتجيب لي لانج فهمتي كتحاول تعاوني تونتيسيبي اي دونك هي علاش هي كديرها حيت اشا فوا ملي كديرها نقولها ميرسي حبيبه تو ما بوكو ايدي جو سوي فيير دو توا فهمتي كتحسسها انها حتى هي راها صالحه لشي حاجه وداكشي اللي دارتو انه مزيان فهمتي حيت سي سامبل يمكن لك ان ولدك اي حاجه ديرها تبقى تغوت عليه علاش درتي هادي ولاش درتي هادي ولاش درتي هادي مي اوسي خاص هكاك تبدا غير تغوتي وما تقوليلوش الكلمه الزوينه من غير ان
انا نرجع هذيك كلمه زوينه سي فهمتي يحسبوا تقول انا زعما ما كندير حتى شي حاجه مزيانه فهمتي غادي غير يفقد الثقه في راسو الوغ كو نو فريمون يفو فالوريزي برافو سوي تري فيير دو توا انا ما انا كدير شي حاجه كنقول لها برافو كتبقى هي كتسناك انك تقول لها برافو انها دارت شي حاجه زوينه Ça c'est une chose. Et le dernier point, les gens, c'est leur montrer votre amour, vraiment. Dis un petit câlin, tu sais que je t'aime, tu sais que je t'adore. Je t'aime ou pas? Donc, tu as le votre amour. Et surtout, 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 Inès, tu peux sortir si tu veux, Binti. Avec le téléphone? Avec le téléphone, oui. Et donc, comme surtout leur montrer votre amour, mais c'est qu'on a un deuxième bébé d'ailleurs, bien parce que je suis un bébé, les Nahou vraiment qui a la jalousie. Ou ça, c'est un malak, mais Inès ou malak, vous êtes là, mais Allah d'abord a dit ou Hadra Ham Ksiria, a dit ou Hadra Bachor ou Lachm Shor, vraiment Hadia. Hadia, je ne peux pas dire ma'aha, ou y'a l'âge ma tâchiage. Par exemple, Inès m'a quand je capte pour ma tâche, quand je crache, t'as pour ma tâche. Et du coup, Malika, elle veut t'as pour ma tâche, d'abord Malika, t'as pour ma tâche. Moi aussi, je veux. J'adore les tomates. Alors, j'ai حاجه ما كانش كتعجبها. مالك كنعطيها لا سوب بحال دابا في الصباح ملي كتفيق مع 8 ايتو كتاخذ البيبرون ديالها مع العشرة كتاخذ لا سوب. ايناس تقول لها تاكل لا سوب كتبكي ما باغياش دايوغ في ليكول كانت عندهم كندير لهم ان فورفي سوب كياخذوا لا سوب متي في البرد وديكشي كتجي ترغبنا عافاكم جو في بلو لا سوب وما كتبغيش تاكل لا سوب زولناها لها دابا ايناس مالك كتشرب لا سوب ايناس هي ولات كتبغي لا سوب فريمون ولات حاديه وكتعاند معاها وديك الشيء و دونك شنو باش شنو كنحاول ندير كنحاول نخرج غير انا وياها فهمتي ديك حنايا غير غروند بيناتنا مالا بحال دابا كتكون ناعسه ولا شي حاجه بوغ باسي دو مومون ا دو بوغ بروفيتي ا دو فهمتي باش تحس فهمتي باش ما تحش انك صافي ما بغيتيش ديالها سورتو بحال دابا مع ايناس راه تدارت 5 ans شحال دابا مالك عندها 6 سنين وشهر دونك ملي ولدت مالك كانت ايناس عندها 5 سنين وشهرين دونك فريمون تنسات بانني انا ديالها بوحدها فهمتي ما كتبارطاجينيش مع شي وحده اخرى ديكو جات مالك فريمون ديك خدات لها بلاصتها وديك الشيء كامل ديكو فريمون حسات بها حتى الثالثه حتى كبرات مالك شويه ولات هي كتجي عندي كتنقز عليا دونك دابا كتشوف مالك جايه عندي هي كتجي كتبوس اي فيس فيغسا حتى مالك ما سهلاش هي حاضيه ايناس داكشي اللي دارتو دو ا زد هي خاصها تعاودو اي فوالا دونك هادشي كامل باش نقول لكم ما تسمحوش في الكبير وما تسمحوش في الصغير و سي فريمون ديفيسيل انك تعطي كل واحد وقتو كل واحد تبقى معاه انا شحال شنو كنت كنقول مني يلاه ولدت ما كنقول زعما سي با غاف ايناس دوزت معاه زعما 50 وانا دايره بوحدها دابا فريمون غندير وقتي كله مع ملك سورتو كي ملك كانت مشات لا كريش ا 3 موا كانت مازال صغيره فريمون كنحاول نعطيها بزاف ديال الحنان مي كنت كنخلي ايناس اي سا فريمون سي اون فوت واحد النهار جا عندي ميدي وماما قالوا لي ليلى قاديها في ايناس راك كتخليها راك هذاك اي لا عاد وليت كنفكر كنحاول فريمون دي زاكتيفيتي انا وياها نديرو لو بوزل نصبغوا الطفيرات فهمتي لي تريك اللي انا وياها اللي كتفرح غير انا وياها بلا ما تكون ايناس مالك معنا كنديرو دي تريك وحنايا مالك معنا بيان سور اون ليكسكلو با مي اون بريفيليجي ديك لو مومون ا دو انا وياها وصافي دابا حد الان جوبونس هادي هي تجربتي في ليدوكاسيون دي زونفون الا بقيت يوتيوبرز بالله انا العام ما جي ديك الساعه غندير لكم فيديو واحد اخرى ونشوفوا شنو غادي يتبدل وديك الشيء كامل دونك فوالا جيسبر ان هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم يكون عطيتكم شويه من المهم تكون استفدتيو فشي حاجه بحال اللي قلت لكم لي مامون اللي غيكونوا بحال دابا تبارك الله وليداتهم عندهم 10 سنين 11 عام 12 عام راه يكونوا دازوا لحاجه واحده اخرى واحد ان اوتر بوين في القضيه نتاع لوتونومي با سولمون انهم يوجدوا راسهم ماكلتهم الحوايجهم وداكشي مي حتى في لي ديفوار انهم يقراو راسهم راه اكفس حاجه هي انك انت تبقاي تابعه ولا انت خاصك تكوني مجلسه حداك باش هو عاد يدير لي ديفوار ديالو اي تو سا سي با بوسيبل انا من ديك العام دونك دابا ايناس الى اون دوزيام بريمير اللي هو سي او ان في المغرب المهم القسم الثاني ان سي بي سي او ان سي سيستيم فرونسي مي الوغ هنا بيل سي دوزيام بريمير كو سوسوا ديك العام ولا هاد العام كتجي ايناس من ليكول ملي كنخرج انا من الخدمه مع الخمسه هي كتكون ديجا جابها باباها قبل كنعيط لها في التليفون ايناس كيسكو تو اف لي دوفوار كتقول ليها شنو عندي وشنو عندي كنقول لها الوغ فوالا تو في سا تو في سا تو في سا ملي غادي نجي انا جو في كوريجي اي سي سكون في توجور مع عمري ما كنجلس حداها وخاصني نقضيها اي تو جامي 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 دائما كتمشي هي بوحدها كدير لي زيكزارسيس ديالها بوحدها وانا كنجي كنكوريجيها دابا بدات انه خاصها تبدا تحفظ لي بويزي اي تو ديك العام كنت كنحفظها حيت كانت مزيانه وكتعرف انها تقرا مزيان دابا ولات كتعرف انه تقرا كتمشي كتبقى تقرا وتعاود شي حتى تحفظ عاد جي عندي تهضر انا زعما الا جيت الا جيت خاصني نبدا نحفظها راه الحماقه زعما ما جو بوغي با فيغ سا
Et comme ça, elle a appris l'autonomie, elle a besoin de la chose grâce à elle, n'a pas besoin de moi. Ou voilà, elle a appris grâce à elle. Mais ma chasse que je compte à bah, ça fait qu'on a fait grâce à ces exercices, c'est dire grâce à dire, grâce à dire, ça fait ou vraiment ça. Ou ça fait chier les gars. Donc, il est parce qu'on a de la vidéo à dire, mettez ça, je serai un like. Proposez en commentaire je nomme les sujets les vrais on a dans les les ana aslan ykon ymkenlin hadra alayhom partagez معنا l'expérience ديالكم شنو هما الحاجات اللي نتوما كديروا مع وليداتكم باش باش فوالا voilà, في الترابي بحال قلت لكم راه كل بيئه وكل مجتمع وكل عائله وعندها شنو هما لي فالور اللي كتبغي تدوز دونك حنا كاملين مختلفين وما مولودينش في دار وحده وكلها وترابي وكلها وتقاليد وكل الحاجات اللي هو باغي يوصل لوليداتو دونك جيسبر فريمون ان هاد لا فيديو تكون فاتكم سورتو بور لي نوفيل مامون اللي عندهم وليداتهم قدي ولا وليداتهم صغار من وليداتي تكون عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ديالي وتبعوني في انستغرام تاهو دا هنايا انتما نخلي لكم تشوفوا ديك الشيء كومون سا سباس ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله سلامه.